أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى أخبار الألعاب الأخرى، قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة الرجال بالنادي الأهلي أن الفريق أغلق صفحة الفوز بلقب بطولة كأس مصر والتي توج بها الفريق على حساب سبورتينج، وأوضح أن تركيز الفريق انتقل إلى الإعداد بقوة لمباريات دوري السوبر للمحترفين، خاصة أن الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على اللقب، وسوف يقدم الفريق كل ما لديه حتى آخر لحظة من خلال الفوز بجميع المباريات وانتظار نتائج المنافسين. وأشار إلى أن معنويات اللاعبين ارتفعت بقوة بعد التتويج بالبطولة أو ببطولة الكأس، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تقديم عروض قوية خلال الفترة القادمة. نفس السياق، قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي أنه تم تجديد عقدي ثنائي الفريق مؤمن أبو العينين ومصطفى الشافعي لمدة 4 مواسم قادمة مع النادي. وأوضح خيري أن اللاعبين وقعوا على عقود التجديد بعد جلسة مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في ظل تمسكهما بالبقاء داخل الفريق. ومن جانبه أبدى خيري سعادته باستمرار أبو العينين والشافعي لدورهما المؤثر مع الفريق بعد النجاح في الفوز ببطولة كأس مصر. وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة في 6:00 اليوم الجمعة قادمة من بولندا بعدما خاض الفريق فترة إعداد لمدة 10 أيام استعداداً لبطولة أفريقيا والتي ينظمها النادي خلال الفترة من 25 الجاري وحتى 6 إبريل القادم. وصلت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة بعد رحلة طيران شقة من مطار وارسو إلى مطار روما والذي مكست فيه البعثة ترانزيت حوالي 7 ساعات قبل استئناف الرحلة والوصول للقاهرة. ويواصل الجهاز الفني التحضير للبطولة بداية من غد السبت بحثا عن تقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة.